إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتنا. اليوم لدينا موضوع حصري وجديد، ألا وهو كيفية الحصول على مساحة تخزين جوجل درايف غير محدودة ومجانا. أكرر، يمكنك الحصول على مساحة تخزين جوجل درايف غير محدودة ومجانا إخواني. كيف ذلك إخواني؟ تابعونا. الخطوة الأولى إخواني هي الدخول لهذا الموقع thetreetechnology.com. ستجدون رابط الموقع أسفل الفيديو، وستدخلون لهذا الموضوع ثم تنقرون هنا يعني الدخول من هنا. بعد ذلك إخواني سيحولك الرابط لهذا الموقع بدون إشهارات وبدون أي شيء. يعني أنا أحبها يعني أن أقوم بوضع مواضيع حصرية وسهلة يعني للمتلقي كي يجد يعني أي شيء بكل سهولة دون إشهارات أو روابط مضللة أو أي شيء. سأقوم من الآن فصاعدا وأعدكم أن تجدوا كل المواضيع الحصرية لدينا بدون مواقع تحتوي على إشهارات أو شيء من هذا القبيل. أولا سنقوم بكتابة اسم الفولدر الذي نريد إنشاءه في الجوجل درايف، أو المساحة التخزينية، اسم المساحة التخزينية الغير محدودة التي نريد إنشاءها في الجوجل درايف. مثلا سنختار مثلا هوت شارت، نكتب الإيميل طبيعة الحال، ثم نختار الاختيارات الأخيرة مثلا، ثم بعد ذلك نقوم ب يعني تفعيل الكابتشا، نختار يعني تفعيل الكابتشا هنا، ثم ذلك إخواني بعد ذلك سنقوم بالضغط على زر جيت يعني الحصول، احصل على المساحة التخزينية. إن ظهر لك هذا يعني هنا أوكي فقد تم ذلك. بعد ذلك إخواني فقط تقوم بالعودة لجوجل درايف الخاص بك، تقوم بفتحه ثم تذهب إلى هنا درايف بارتاجي، تقوم بعمل أكتواليزي، سأقوم بتغيير يعني شكل العرض. هنا قمنا يعني للتو بإنشاء هوت شارد، هل سنجدها هنا؟ نعم هوت شارد، يمكنك الآن الدخول إليها ثم رفع ملفات كما تشاء، والمساحة غير محددة إخواني. إلى هنا ينتهي موضوعنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.